قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن مشاهد القتل في النصيرات تثبت أن الحرب تزداد بشاعة، مشيرا إلى أن مخيم النصيرات يشكل بؤرة الفاجعة التي يعيشها قطاع غزة. وذكر جريفيث أن مخيم النصيرات للاجئين أصبح مركز الصدمة الزلزالية التي لا يزال المدنيون في غزة يعانون منها، لافتا إلى أن تناثر الجثث على الأرض يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.